بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أحكي عن موضوع بسيط جدا، ألا وهو دورة المشتريات وعمل مستندات اللي بتخص دورة المشتريات بشكل عادي بدون تتبع. طبعا إحنا أخذنا قبل إنه كيف إحنا نعمل دورة المشتريات بشكل متتابع، يعني بعد ما أعمل عرض الشراء منه بعمل طلبية المبيع المشتريات، منها بعمل الإرسالية، من الإرسالية بقدر أعمل الفاتورة وهكذا. الآن إحنا بدنا نعمله بشكل منفصل، يعني بدنا نعمل عرض الشراء لحاله، بعدين نعمل طلبية بشكل منفصل، يعني مش بناء على عرض الشراء، وممكن يكون بناء عليه يعني نفس المعطيات، ولكن المحاسب أو الموظف مش راح يعني يستورد هذه البيانات من عرض الشراء. ممكن إنه يكون على سبيل المثال ناسي أو مش عارف إنه في عرض شراء قبل مخزن إلى آخره. فهنا في هذه الحالة بده يعمل طلبية مشتريات بشكل مستقل، وطبعا راح تكون تحوي على نفس المعطيات، ولكن مش راح يستفيد إنه يستورد البيانات من عرض الشراء. طيب خلينا نشوف، في عندي عرض شراء عادي. وصل المحل عرض شراء من مورد اسمه عبد الكريم كما يلي: بده يبيعنا 100 وحدة من زيت ذرة 3 لتر بسعر شراء 20 شيكل للوحدة، ملاحظة الضريبة تساوي 0. طيب خلينا نطبق هذا المثال عندنا. فمن نعمل اللي هو عرض شراء، بنيجي على المشتريات عرض شراء. الآن أنا هنا في عندي عروض شراء مخزنة، الآن بدي أعمل عرض شراء جديد وبدي أدخل المعطيات. بالنسبة للمورد اللي هو عبد الكريم محمد بكون مخزن عندي. البضاعة هي عبارة عن ذرة، زيت ذرة 3 لتر. طبعا هنا مبين أنا الكمية في عندي 90 وسعر الشراء 20، نختارها. الكمية اللي هي 100 حسب ما هو معطيين عندي، 100 بسعر 20، خلص بعمل إضافة. هاي أضيفت البضاعة، هاي هذا السطر. إذا أنا بقدر أضيف يعني شيء ثاني، بس خلص أنا بدي أخذ سطر واحد للتبسيط فقط. الضريبة 0، باجي هنا على نسبة الضريبة وبخليها 0. هاي المجموع 2000 والصافي 2000 والمبلغ الكلي 2000، يعني فيش زيادات فيش خصومات. فهيك خلصت أنا، بعمل ترحيل. طبعا بكبس على حفظ وطباعة، بعمل حفظ موافق، خلص أيوه حفظه ورحله لأنه أيوه بلش يطبع فيه. يعني الآن في عندي سند اللي هو A6 انعمل، تم ترحيله اللي هو عرض الشراء. الآن بعمل هنا إغلاق، بطلع هي في عندي A6 انعمل، طبعا هو غير مغلق حالته. الآن خلص بطلع من هذه القائمة وبروح على اللي بعده. الآن بعدنا نعمل طلبية مشتريات. الآن البضاعة اللي عرض لي إياها اللي هو المورد السابق هذه بدي أنا أطلبها، يعني عجبتني ومواصفاتها عجبتني والسعر، فأنا بدي أطلبها. الآن إحنا ممكن نعمل هذا الأمر من خلال اللي هو مشتريات، ونيجي على عرض الشراء، ونيجي على هذا العرض السادس ونعمل منه عمل طلبية. فبتيجي هنا إحنا بدناش نعمل هيك، احنا ما بدنا نعمل هيك، بدنا نعملها طلبية المشتريات بشكل مستقل. كيف بدنا نعمل طلبية المشتريات بشكل مستقل؟ عادي باجي على المشتريات وبختار طلبية مشتريات، ولكن انا هنا بدي ادخل طلبية جديدة، فبكون طلبية مشتريات جديدة، المورد هو نفسه، يعني واحد بس بده يغلب حاله بده يدخل المعطيات كمان مرة. البضاعة اللي هي ذرة، والكمية اللي هي 100، والسعر 20 إضافة. خلص بعمل حفظ وطباعة موافق، هاي تم الأمر. الآن عمل سند اللي هو A8 اللي هو هيو، هذه طلبية مشتريات. لأن أنا بقدر طلبية المشتريات هذه أعمل منها إيش؟ إرسالية أو فاتورة. أنا بدناش نعمل هنا هيك، إحنا بدنا نعملها بشكل مستقل. السند اللي بعده بدنا نعمله إيش؟ بشكل مستقل. طبعا اللي بعده
احنا في عندنا اللي هو إرسالية، بدنا نعملها بشكل عادي. فننتبه على السؤال، إذا حطيت في السؤال اعمل إرسالية مشتريات عادية بهذا الشكل بدك تعملها. يعني إذا كان في قبلها طلبية مشتريات ما تعملهاش من طلبية المشتريات. طيب عادية إرسالية مشتريات عادي، باجي على مشتريات وبختار إرسالية مشتريات. فبتجيني هذه الشاشة. الآن أنا في عندي 6 إرساليات قبل، بدي أعمل السابعة، بعمل إرسالية مشتريات جديدة. بالنسبة للمورد هو عبد الكريم، وبالنسبة للبضاعة اللي أرسلت يعني اللي هي ذرة، والكمية اللي أرسلت 100 على فرض إنه يعني كل البضاعة أرسلت. طبعا ممكن أنا أحط يعني إرسال يعني 50 20 حسب المرسل يعني. طيب هاي البضاعة هنا جاهزة. الآن بعمل حفظ وطباعة موافق، خلص هاي تم الأمر موافق. الآن بدي أطلع أنا من هنا، هاي في عندي هذه السابعة. الآن هذه السابعة بقدر أنا أعمل منها فاتورة، ولكن أنا ما بدي أعمل هيك مثل ما في التدريب. الآن بدنا نعمل فاتورة بشكل مستقل يعني منفصل عن إرسالية المشتريات. فهنا نعمل فاتورة نفسها. فأنا باجي على المشتريات وفاتورة مشتريات، فبتجيني هذا الويندو. في عندي 4 فواتير مشتريات. لا بدي أعمل فاتورة مشتريات جديدة، بختاره الاسم المورد، بختار البضاعة. لاحظوا هنا البضاعة، البضاعة عفوا، لو كنت البضاعة هنا الذرة صار 190، هو كان قبل 90، الآن كيف أجت يعني صار 190؟ لأنه في إرسالية بقيمة 100 وحدة من زيت الذرة أرسلت إلى محلاتي، وهي بتحديث المستودع الرئيسي. فأنا بختاره. طبعا هنا احنا بنعمل فاتورة عشان نعمل الأثر المالي، يعني هي بصير قيد محاسبي. الكمية اللي هي 100 والسعر 20، هي إضافة، هي أجت هنا، خلص هيك بعمل حفظ وطباعة، هي موافق. الآن هاي أجاني إنه يعني تم ترحيله. الآن بعمل إغلاق. هاي في عندي A5، هذه الفاتورة تم عملها. الآن بعد ذلك بدنا نعمل مردودات مشتريات عادية. طبعا باجي على مشتريات وبختار مردودات مشتريات، وبعمل مردودات مشتريات جديدة، المورد عبد الكريم، البضاعة اللي هي الذرة. طبعا نلاحظ هنا زيت الذرة عند الكمية، لاحظوا هنا 290، عند الكمية هنا 290. طبعا قبل كانت 190، الآن ليش صارت هنا 290؟ لأن أنا عملت فاتورة مشتريات منفصلة عن الإرسالية. طبعا هنا معنى ذلك هذا يعني إنه فاتورة المشتريات اللي احنا عملناها هي مستقلة عن سند الإرسال. فهنا حتى يعني نخرج من هذا المشكلة، لابد في هذه الحالة إذا كان نفس المورد، إذا عملت أنا سند إرسال منه أعمل الفاتورة عشان ما تتكرر اللي هو 100 مرتين. الآن إذا ما بديش أعمل سند إرسال وبدي فقط أعمل اللي هو فاتورة، خلاص في الفاتورة بيتم إثبات أيضا إيش الكمية المرسلة. طيب إحنا نفرض هنا إنه هذه فاتورة مشتريات يعني مستقلة عن الإرسالية السابقة، يعني إشي ثاني. فهيك يعني بيستقيم الأمر. حفظ وطباعة. الآن بنلاحظ إنه في عندي هنا الصنف أنا ماني حذفته قبل شوية، فأنا بدي أحدده كمان مرة اللي هو هذه المردودات. الآن الكمية اللي تم ردها اللي هي 10، بنحط هنا 10، خلص. الآن نعمل حفظ موافق، هاي تم الحفظ وتم الطباعة موافق. والآن نعمل إغلاق. هاي A4، هذه مردودات المشتريات اللي احنا ايش عملناها. لذلك يعني أنا في اللقاء هنا بدي أعلم الطالب كيف يعمل إشي عادي، إشي مستقل مش مبني على إشي قبله. ولكن في بعض الحالات لابد أن نعمل المستند بناء على مستند إيش قبله. إرسالية المفروض نعمل منها اللي هو مشتريات.
طيب نيجي بعد المردودات، في عندي تسديد حساب المورد، بدي اجي طبعا على المورد بدي اشوف شو حسابه. طبعا احنا تعلمنا المرة السابقة انه انا بقدر اعمل سند صرف، ومن سند الصرف يعني ببين المورد قديش بده. خلينا نشوف نجرب سند الصرف، وانا بدي ادفع لعبد الكريم، هاي سند صرف، خليني احدد اسمه، هاي عبد الكريم، هاي اجى هنا كام؟ ناقص 2088، ناقص يعني إله بده مني. إذا بحط المبلغ كلياته 2088 بالصرف عادي. الآن باجي هنا على نوع الدفع نقدا، وفي الحساب الرئيس هو بده يدفع، هاي المبلغ حط لي هنا بشكل أوتوماتيكي. خلص أنا بعمل حفظ وطباعة 22 موافق، خلاص هيتم الترحيل. لا لو عملنا احنا يعني كشف حساب لهذا المورد اللي هو من المشتريات، تقرير كشف حساب مورد، نختار هذا المورد اللي هو عبد الكريم، راح يكون حسابه صفر. ايوه مثل ما احنا ملاحظين. خلص هيك احنا بنكون يعني تعلمنا كيف نعمل يعني مستندات مستقلة عن بعض البعض. بس لاحظنا انه في بعض الأحوال إنه لابد إنه يكون مستند معتمد على مستند حتى ما يصير عندي ازدواجية. أرجو إن شاء الله يكون الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم.